عاودوا كلهم عاودوهم على البدايه ديالك. واش عندك وقيته ولا مازال؟ انا يعني معاكم باقي المدى ما كتجبر انا. كتكسر لي نتايا ولا؟ ها؟ أه؟ كتكسر نتايا؟ كشري الحوايج؟ لا لا مشينا مشينا المدام كتجبرت وراني. قلت لكم الخوت حيت سمعت قلتي للدراري على حساب الموتور 6 شهور ديال الموتور. اللي بغيت نقول لكم الخوت راه ملي كتجي لامريكا لهنايا ماشي غادي تجي تلقاها مقاده. اللي كي تنشوف انا سفيان سفيان تبارك الله غادي في الطريق ماشي حيت صاحبي ولكن غادي في الطريق مزيان فهمتي يعني. يلاه جا تبارك الله خدام على روحو كيتقاتل ما تيكومبلينيش. شرا طوموبيل ديالو تبارك الله كاش وتبعها كوازاكي تبارك الله ما شاء الله الله يزيدو فهمتي. ولكن خدام فهمتي تيتقاتل على راسو. اللي خايبه الخوت هو اللي كيجي هنا كيبدي كيبكي كيقول عباد الله امريكا صعيبه يعني كتبدل عنده بحال في المغرب كان تيقول فلان دالينا فلان دالينا بلا ما نذكر الاسماء. كيجي هنا كيبدل ليه السميه تيولي تيقول فلان دالينا فلان دار لينا هنا كاين العنصريه يعني ما عمر هو كيديفلوبي راسو. واخا تدي استغفر الله العظيم فين ما ديتيه هو ديما المايند سيت ديالو ديما انه راه عباد الله اللي داروا ليه فهمتي. داكشي علاش ما عمر كتديفلوبي راسك وما كتزيدش. كنشوف خويا سفيان بدون مجاملات تبارك الله غادي في الطريق مزيانه وقفت على روح والله بترجلي نقولها لك غادي تبارك الله. سي بلا خويا عبد الله ديما انا شوف انا هاو كنقول لهم كان ديما كنشجعهم تنقول لهم بعدهم من الريستورات الخدمات اللي غادي تبقى فيهم 6 شهور ما دير والو بعد منهم دمر تعلم اللغه كذا خرج بحال سول تعرف مع قوار مراكنا والله خويا عبدو اقسم بالله الا مراكنا هو اللي شفنا منهم الخير في هذه البلاد السعيده. راه كنقول لهم ديما ودابا انت راك خدامين مع مراكنا راه ما معكش العرب ولا شي لعب انت عاود لا ماشي حاجه ضد العرب ولا فهمتي. حنا راه عرب الحمد لله امازيغ وعرب وداك الشيء. اللي بنقول لك باش ديفلوبي راه خاصك تخرج من هذيك الكامفورت زون ديالك فهمتي. تخرج من حيت الناس اللي الا بقيتي مع الناس اللي في الجنس ديالك كتبدا تهضر اللغه ديالهم فهمتي. خاصك تخرج تهضر باللونجلي تهضر مع الناس فهمتي انتيغري مع الناس اللي جيتي عندهم تماما. وعلى هادشي اللي كنقول لهم ديما وحقر ويزيد عليها البدايه اخويا عبدو راه ما ساهلاش. راه قلت لهم اخي عبدو انا ما عرفتش الشهور ديالك الاولى كي دوزتي. انا الشهور الاولى ديال الميكالا والشتا دوزت. انا صاحبي الموباد شريت موطور ب 1000 دولار باش شريته بلا بيرمي. هذاك وبلا بيرمي كيفاش انا تنزلق لي بوطروس هنا كاملين ببيرمي؟ لا لا هذاك لا ماشي بلا بيرمي هذاك ما يحتاج غير سايكونت يمكن. اقسم بالله وكانت تكون الشتا كنت نجيب واحد الجاكيت ديك الساعه عطاه لي راجل خوادري من كندا كان فيها واحد فيها خضر وفيها صفر كنت ما تنحملهاش. وقالت لي خوادري هي ديال امريكا راه يكون فيها البرد. وانا نتيها وصدقت والله الا هي نفعتني كنضربها فهمتي. وكنجيب هذاك الموتور وكاين البرد الشتا اقسم لك بالله تبقى تنغوت في هذاك ستريس ديال 12 ساعه ديال الخدمه. وبالليل ملي كنكون ساق الموتور تبقى تنغوت في وسط الكاسك اقسم لك بالله ديال الكاسك وتنغوت باش نخرج هذاك الشيء اللي لداخل ديالي. يعني كنقول لكم راه اللي جيتي هنا راه ماشي ساهل غادي تلقاها واجده. وعبدو عاد راه مازال ما عاودتيلوش بزاف د الحوايج اللي كنتي عاودتيلي شحال هادي هذاك الشيء اللي كندز عليك في الاول بزاف ديال عرفتي. اقسم بالله الخوت شوف عبدو راه شيري شحال هادي قبل ما نجي لميريكان وي وي وعرفتي. اقسم بالله كنتي عاودلي شي بلانات على فاش كان يلاه جا لهنايا وشنو كندز عليه. تخيل معايا كينعس 4 السوايع عاودكم هذيك الفتره اللي كنتي كتنعس 4 السوايع وبنتي حاجه تخدم 12 ساعه في 8 السوايع اخرين وقيله تو فول تايم جوبز. كنت نخدم في الكونستراكشن من نقول لك من 5:30 من 5:30 حتى 4 د العشيه من 5:30 ديال الصباح حتى 4 ديال العشيه في الكونستراكشن. تخيل معايا واحد البلاصه كنخدموا فيها فين تيصنعوا الضو. تخيل معايا انت جالس خدام وتسمع الضو فوق كي وقت ما قبل وكتجي للدار وكتجي ما كدوش كاع. تخيل معايا راه كنجي كنقول لهم راه عندي المدرسه الله يسمح لي كنكذب عليهم ونقول لهم راه قاري. تنسوق 45 دقيقه تندخل تندوش 5 دقائق تنلوح الحوايج تندوش تنلبس الاخرين ديال الليل تنخرج عاوتاني من 6. تخيل معايا شحال ما بين 4:30 كنوصل مع ديك 5 كندوش 6 خاصني نبدا الخدمه الاخرى عاوتاني من 6 حتى 2 ديال الصباح ضعفيتي تما ضعفيتي ياك. ضعفيتي راه درتها شي 12 14 ولا 5 شهور بحال هكا ما بقيتش عقلت. وكان داز عاوتاني شي شويه عاوتاني درت نفس القضيه باش نزلت للمغرب. كنت نعس من شنو من جوج ثلاثه اربعه خمسه ونص ثلاثه سوايع ونص اربعه كاع ماكس الى طرد. بزاف
بزاف بزاف اخويا عبدو. اجي عبدو بالرجوله، فاش بديتي فاش ديماريتي على هاد الجوج خدمات هذه كان عندك شي هدف في راسك؟ كنتي يا اما باغي تقدا شي حاجه ولا باغي تخدم المغرب؟ ما كانش المعلومه صاحبي، ما كانش المعلومه. دابا انتم راه كتدخلوا اليوتيوب كتفرج عبدو دار التراك هذا دار هادي دار هادي، ما كانش المعلومه ديك الساعه، ما كانش اللي يشريها معك. كتجي لهنا كتدخل ديريكت ماكدونالد ولا تدخل صابواي ولا تخدم في شي بلاصه اللي فهمتي شي حاجه اللي دوك الخدام اللي ممكن يديرهم اي واحد جا هنايا. وشحال انت خدمتي في هذيك الخدمه ديال الماكله؟ خدمت في صابواي شي 10 شهور. ولا 10 شهور صافي كل عام تقريبا. تخيل معايا وصلت واحد الوقيته في هذاك الصابواي تيدخل بنادم تنعرف شنو بغى بقوت، بانه ديما كيدوز قدامي ديما كيجي عندي وليتي عارف شنو تنعرف واش اوردري تيدخل كنقول ليه طق طق تنعرف الساندويتش ديالو. وكان ولكن عبدو راه هاد النقطه هي اللي دويت عليها دوك كبيره في البلوك. شنو قلت لهم؟ قلت لهم فاش بنادم كيبدا شي خدمه عاديه ما كيقدرش يعيد منها الا طول فيها. يعني انت شحال ضربتي شحال ضربتي؟ لا انا الواحد لقى جاي فيا نقولها لك، انا متمرد فهمتي، دي الخدمه ما تنبغيش ما نكملش فيها. كذب عليك، انا ماكسيموم نضرب عامين في الخدمه تنشوف راسي ما كنتحركش ما كنطلعش درجه اخرى، خاصني نبدل نشوف حاجه اخرى عاوتاني باش نطلع عاوتاني. الا شفتي راسك ما كتحركش هذيك الخدمه بقيتي في نفس البلاصه غير بدل فهمتي، كنفرز زون ديالك خرج منها. لا راه خايف ندخل مع المراكنة نهضر معاهم سميتو، خرج من تما وسير خدم مع المراكنة فهمتي، باش ديفلوبي راسك. الا شفتي راسك في نفس البلاصه ما كدير والو غير حرك تمام. وسبحان الله خويا عبدو لاحظت لي واحد الحاجه، ولا لاحظت كاع الدراري تبارك الله اللي كيجيو الامريكان وكيكونوا كيدمروا تبارك الله كيوصلوا كيديروا شي حاجه والله لا. حتى عرفتي اقسم بالله اخوتي عرفتي عبدو شنو داز عليه؟ والله داز عليه الحرب، راه العذاب. وعاد رجب واحد لقيت 4 سنين دابا وصل، راه جبت ديك الوقيته راه ما كاينش اليوتيوب يعني بزاف، ما تلقاش فيها شي بلوغين كيوريك دا كيفاش؟ 3 سنين الاولى دوزت غير بحال هكا تنقز من الخدمه ما كاينش اللي يشري معاك المعلومه. كنمشي نخدم في صابوي، تخدم في كونستراكشن، تخدم في هادي، يعني ما كاينش. ونهار ديسيديت باش ندير التراكي الان بحال قلتي صافي، ديك دماغي وقف قلت خاصني ندير شي حاجه، يا اما نمشي للسكول نقرا ولا ندير شي ديبلوم في واحد 3 شهور هكا سيرتيفيكيت كيقول. وبقيت كنفكر شنو هي السيرتيفيكيت اللي دغيا غادي نشدها وغادي نخرج نخدم. بقيت كنفكر كانت هذيك لا ميكانيك ديال الافيشن وكان تراكين، هادو هما اللي كانوا جوج الحوايج اللي كان عندي في دماغي. ومن بعد بدينا نفكر انا وهذاك الشيء ديال لا ميكانيك ديال الطياره كتخدم اندور، كتخدم في نفس البلاصه يعني نفس الحاجه كتعاودها. انت ما تتحمش تجلس انت بحالي، ما تتحمش تجلس في البلاصه، ما تنحمش نخدم في سميتو. قلت التراكين بقى تحرك كل نهار كتشوف ناس جداد كتعلم حوايج جداد فهمتي، داكشي علاش مشيت للتراكين. وكتخدم ديك الساعه كنخدم من الاثنين للجمعه والسبت حتى كتمشي للسكول، هذه قصه اخرى عاوتاني. لا ولا ولا باش ما كاينش عندك مزاد دي اوف تما، ما كاينش عندك نهار خاوي 5 شهور بحال هكا 5 شهور ما كاينش. من الاثنين للجمعه في الكونستراكشن اسمع عادي، والسبت الحد السبت الحد من 7:30 8 نقولوا 8 تنفيق مع 7، من 7 حتى 4:30 ديال العشيه في السبت الحد ديالك، ونهار 2 صباحا والثاني في الكونستراكشن. يعني ما كاينش نهار خاوي كل نهار صاحبي ما كاينش. لا عطيك الصحه اجي، ما وصلتيش ديك المرحله كتحس براسك غير مفاجر عليك كتقول هادشي راه بزاف عليا قاعد هو هذاكشي. ولكن عبدو بالرجوله شوف هذيك كامل نزلنا من هذوك الشهور الاولين وقيلا الشهر الاول والثاني ما بكيتيش اخي عبدو بالرجوله؟ داك الديبريشن ديال يا صاحبي واش تما ما حسيتيش بديك كتقول فرسي؟ ماشي ماشي حيت الراجل ما بكيش فهمتي، بنادم اي واحد راه انسان راه كيبكي راه هذيك الشيء هذيك هي اللقطه اللي تجاوز السياسه في ولفتي امريكان يعني صافي تما كتزبرك على تطلق السخون كيف كنقولوا. والله شكرا اخويا عبدو هذه احسن حاجه بعدا بنتي معنا في اللايف. امر الخطا كيسولوك شي اسئله خلاص هذيك اول مغربي تفكر علينا كيبان الجرح عرفتي طيرتيني انا فاش كنتي هضرتي معايا تما من بعد الاكسيدون كنت هضرتي معايا قلتي لي فوق ما كندوزش كنطرا كنحل راسي كنشوف واش دايز واحد النهار نعاود لك هذه تموت بالضحك والله من بعد هذيك طيرتيني فيها بالروجو ما عادي واعر من يلا وقعت لي هذيك الاكسيدون بحال السيمانه هذيك السيمانه اللي تبعات تخيل معايا غادي في وسط الهاي واي ودرتها تخيل معايا في وسط لوتور راه ما كايناش بريكيش ما كاينش عرفتي تمي جاي وي تبان لي واحد القنطره قصيره وانا نضرب الفرن في وسط الهاي واي اقسم لك بالله تابعني المكمل اللور ديال سويفت كنت بين نخلط هذاك الشيء كامل ولي وطلعوا خرجتي راسك ولا لا براكدو والله ماشي خرجت راسي انا خرجت كامل خرجتي راسك كامل خرجتي راسك بقيتي كتشوف واش دايز ولا لا بعدا هذيك هضر كنديرها والله كنوصل شي بريدج والله الا كنزل كنقول لهذاك اللامبر اللي معايا المساعد كنقول ليه بقى خرج من خرجتي خرج راسو من والله تمرين اجي بالروج ولا عبدو فاش كنتي دخلتي في قنطره كيفاش حسيتي بداك الديكور باط 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 كيفاش حسيتي اول حاجه اول حاجه يا
اول حاجه فكرت فيها هي ان فايريوني يجريو عليا. ولو هذه هي الفكره اللي كتجي اخويا عبدو فاش كدير شي مشكل فعلادي عرفت شنو هي هذيك راه صافي يقول لك بنادم حط السوار تماك وكانت عندي شركه اللي شي واحد اللي محربين يقول لك حط السوار تما وسير في حالك من تما تعاملوا معاك بالرجل يعني تعاملوا معايا فهمتي ناس زوينين الحق ولكن تقيداتك في الفرانكورد ديالك وي داكشي اللي كنقول للدراري دابا واحد قديم نقولها لهم ملي طلعنا نيت في اللايف دابا ملي كتشوفوني كندير شي حاجه في اليوتيوب كنقول لكم راه درت كسيده ودرت ماشي بغيت ندير لي فيو ولا سميتو راه هادشي اللي خدمتي في هاد الدومين راه ضروري غادي تشوف هذاك الشيء وبغيتك انه هادشي اللي كيوقع لي انايا حيت انا كان يلاه كنتعلم شاركت معكم من درت اليوتيوب من يلاه بديت تراكين دابا راه عامين كنوريكم الحوايج اللي دازو في الاكسبيرينس ديالي وكاينين الناس اخرين كيديروا تراكين دابا راه كيوقعوا في شي مشاكل راه ما تيقولوهمش ولكن ملي كنقولهم لكم راه كتشوفوهم باش ما تطيحوش فيهم نتوما القضيه ديال القنطره انا كنت كنشوفها في يوتيوب وعمرني كنت نقول واش هادو ستوبيدات صاحبي القنطره قداش ما شافهاش بعيني وتحت فيها انايا يعني كتقول ما عمرك تستهزئ بشي حاجه راه غادي توقع فيها ودابا المشكل الكسايف هنا في ميريكان بزاف وما كاينش هذاك اللي غيحط لك في فلوغ يقولك اجي تشوف يعني راه مغاربه كثار قبل منك طاحوا في هذا المشكل ومراكنه بزاف كاين الدراري المغاربه هنا تيجيو لك المعلومه قلت لك كاينين الدراري هنا مغاربه كل واحد اش يوقع ليه فهمتي كاين كسيد بزاف لانه التراكي راه الدومين الا عطيناك هي تروتينيت وقلنا لك سوكرا نهار كامل وراه دير كسيده ما يحيدها لكش طبيعي هذيك ضروري هذيك طيحها الله كيصيفطوك في وسط الدروب وداك الشيء راه ضروري ما دير شي حاجه ومن تما صافي وليتي كتعرف العبارات ديال الكاميو دابا صافي ما يديرهاكش ما يديرهاش شويه بشويه كتعلم شويه بشويه ولكن ديما كنقول لك نهار تقول راني معلم راه عور راه جايه شي حاجه نهار قول لي عبدو هذيك المشكل ديال هذاك السيزون القنطره واش غير بوحده اللي مخسره لك الريكورد ولا كاينين مخالفات اخرين؟ وقعوا لي جوج بحال قلتي وقعت لي وحده نهار ثلاثه وتبعدها وحده نهار الاربعاء ديال يومين كان واحد السيمانه ديال النحس النهار الاولاني قلت لك راه يلاه ديك الساعه الا دخلت مع الشركه راه ما كاملتها حتى شهر ما كاين كانوا صيفطوني مع واحد المساعد يلاه بدا حتى هو كان ديك السيمانه الاولى ديالو عوينه هذه قاصحه يا خويا تحمق وكانوا مزربين فهمتي عاطيني واحد شي 12 محل وكنت كملت 10 في واحد المدينه وغادي واحد المدينه اخرى وكان الجي بي اس عندي فيه تو اوبشنز فيه تراك اوبشن وفيه الكار دابا التراك انا داير لي العلو ديالو داير لي المعلومات كاملين باش يديني من الطرقه ديال التراكات انا بديك الزربه باش ما نكليكي على التراك كليكيت على الطوموبيل ويدخلني من سميتو من الدروبه انا ما رديش حقا البلايك حقا لافوت ديالي يعني لافوت ديالك يعني حاسبك لافوت ديالي وي اكزاكتومون واحد ما قلبتش سميتو انا تقت في الجي بي اس قلت انا الجي بي اس غيديني من حتى غادي تسمع ديك دخلت في وسط سميتو تكررت هذاك التريلر كامل راه شفتوها صاحبي عرفتي دار بوم عرفتي بحال هذيك ديال البطاطا السردين فاش كتقطعها وكتبقى غادي كتحل راه داكشي اللي قلت ليها وشنو وكان خاوي تمايا كان خاوي اش اللي كان خاوي؟ التريلر كان خاوي وكان فيها السلعه صاحبي كانوا عندي باقي لي جوج محلات اخرين ولا وصافي يعني تعاملوا معاك ما قالوا والو داروا معايا المزيان وصافي وعرفوني انه الا جراو عليا ما تقبلني حتى شي شركه ويلاه بديت ديك الساعه صافي فهمتي تعاملوا معايا قالوا لي صافي كملوا صافي انا نهضروا مع الانشورنس نقول لهم راه غادي نديروا لي واحد الفورماسيون حيت الا درت شي اكسيدون بحال قلتي لاسونس كتقول لهم راه ندير لي واحد الفورماسيون باش نهدبوه فهمتي اش يقول لك باش راه وكيزيدو يغليو لاسونس حاجه تاع لاسونس انا لاسونس ديالي حقا طلعت منين طلعت لاسونس دابا شحال الطوموبيل ديالك طلع وكسايه انا كنخلص فول كافرج حيت الطوموبيل عندي باقي جديده زعما ما تنخلص فول كافرج تنخلص شي 120 120 رخيصة صاحبي فول كافرج لا 120 عندنا حنا في نورث كارولاينا راه غالي عرفت شحال كنخلص انا في الانشورنس ديالي ني يلاه جي ديك الساعه $30 $33 طوموبيل وي اكزاكت ما صافي ولا واش حال رخيصه الدواء عندك كيخلصوا فول كافرج راه اكثر من 300 والصرف برك راه كاين فرق بين فول كافرج وطوموبيل داير انشورنس عادي حيت انا كان عندي انشورنس عادي على الطوموبيل عرفتي اخويا عبدو هنا المعيشه اخويا عرفتي انا اللي جيت تما لنورث كارولاينا بقى يجيني داك الشيء بسيط رخيص عرفتي هنا الغلا لا لا تكرر انا مزيان عرفتي هنا الغلا والغلا اخويا الفريع اقسم بالله الفريع خويا انا نقول لك اخويا عبدو دابا انت $40 شحال شريت تمايا ديال الماكله $40 لا الماكله هذه مزيانه حنا رخيصه ما $40 شري بها تبارك الله تعمر بها قصه ياك اوكي نقولوا $10 يتقدم بها حليب خبز
اي يمكن تجيبها ما غاليش، ما غاليش معيشه. انا 10 دولار غير الخبز والحليب صافي. اش هادير عندكم الحليب؟ الحليب او عاد انا راه كاين انواع. كتاخذ هذا كتاخذ هذا. اه الجالون كبير شحال داير عندكم؟ شي 3 دولار ولا 4 والصرف 4 فاصله شي 50 سنت ولا شي لعبه. حنا راهي دولار 50 1 دولار 50 كان 4 ولا 5 3 فاصله شي 70. لا غالي غالي عندكم 2 4 4 4 4 متاكد ب 4 ولكن وليت دابا هي هاد الغلا هذا هو المشكل تخبارك دابا وليت هاد الغلا هذا. أكون الصاليرات عندكم طالعين انتم المينيموم ويج ديالك ما يكون طالع. المينيموم ويج عندنا 16.7 كي كداو 70 ورا داكشي علاش داكشي علاش. شحال المينيموم ويج في كارولين؟ 725 7.25 اخويا صبرتي اخويا صبر. دابا انت اخي عبدو ما تقدرش تعيش هنايا حقا. انا اللي جيتي عليا هنايا انا نعيش في ولايه رخيصه حيت عندك بحال قلتي السبت والحد اللي كتخرج يعني الا عشتي كاع في ولايه غاليه راه ما عادش الظل كتسركل بحال كيقول لك شي واحد انا نمشي نيويورك تسحبوا نيويورك يبقى يدي تسركل هو ما تحمش اخويا ديك نيويورك وديك بوسطن شي عندك ما عنديش معاه سبحان عند ربي هادو شنو الله يبقى يتسركل راه ما نلقاش الخدمه. عرفتي اخويا عبدو رمي الدراري في نيويورك وبوسطن كيسيفطوا لي باغيني خويو من تما شحال ديال الدراري ديال نيويورك تقهروا بهاد الولايات هادي تقهروا. دابا علاش مشاو تما كانوا كيسمعوا بنيويورك راه شي حاجه ابقى نقول انا بنادم راني في نيويورك كذا في الاخر بحال اللي قلتي صافي يعني طلع معاهم القالب صافي بغاو لا المعيشه المعيشه غاليه تما هما ماشي ديال ماشي ديال المعيشه خصوصا بنادم ما كيفكر بغا يدير بغا يتزوج بغا يدير حياته يعني الولايات الكبار راه صعيب دير فيهم هذا لا لا بصح عندك خصوصا الا كانت المدام تبارك الله كتخدم مزيان يعني عندها خلصه مزيانه حتى هي انا في ولايه كبيره هذيك مزيان اما باش تكون بوحدك ومسير عائله بورماني راه البابا جاوي وي تمام راه اخوان عشان كيخلصونا مزيان احترم كاليفورنيا اخي سوي اسمحوا لنا ناس كاليفورنيا اسمو هذا الاخو من 100 780 راه كنبقى نعاودهم على البلانات اللي كيرجعوا من المطار فاش كيدير بنا شي مشكل الحق حق مزيان اللايفات بحال هكا نستافد مع راسي وانت اللي انت اللي شحال هادي انت اصلا ما كطيحليش الشاف بالي نطلع معاه في اللايف حيت باش ندويو في الخاص نقول صافي راه دويره انا ماشي مشكل وقت ما كانت شي حاجه مرحبا اني تايب صابو الميني سوتا خويا ما عرفناش يا ذيس از ا لايف يو وان تو بي ان لايف نو اه اوكي خويا اسمع عبدو غادي نسولك واحد السؤال قالك اخويا انا صايف شاحنة في المغرب قالك عندي مشكل ديال قلة النوم مشكل ديال قلة النوم وقيلا عندي مشكل تيخدم الطريق تيخدم وقيلا المغرب حتى انا عندي داك المشكل ديال الليل حق ما تقدرش نسوق بالليل شي خدمة في شي خدمة فيها الفلوس انا حقا تنعرف اخوت هو التراكين صافي من غير التراكين ما نسولونيش والله لا اخويا اش هذيك الشيء الخدمة ديال التراكين اخي عبدو على الحب هذيك والله على الحب عقلت ديك الفيلم ديال المغرب لا لا تفيد الله طلعوا فريشكم بزاف صافي انت كيف عبدو الله يحشكم الخير يلا تهلا لي خويا عبدو فراس تهلا لي يلا خويا غادي نتحرك نصاوب القص شكرا بزاف ونشوفوك سعد الخير يسلك مرخوت